مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في نشرة الأخبار على قناة سوس تي في. قام السيد حاتم العشي وزير أملاك الدولة وشؤون العقارية بزيارة إلى ولاية سوسة، وذلك يوم الجمعة 18 من مارس الجاري، حيث تحول إلى موقع مشروع ميناء المياه العميقة بنفيضة، كما انتقل للاطلاع على الضيعة الدولية بالجهة، ثم تحول للاطلاع على العقار الذي كان مخصصا لنادي الرماية بالكندار، وبعدها توجه إلى منطقة سيد الهاني لمعاينة العقار المخصص لوزارة العدل ليشرف في الأخير على جلسة عمل بمقر الولاية. ونحن هنا كنا مثلا نشوفوا في المكان تاع مشروع المياه العميقة في الفيذة، مشروع كبير ياسر كبير، معناها هذا مشروع معناها وماشيين فيه بجدية، مش كلام، وصار عليه مجلس وزاري وثم رزنامة، معناها أنه من العام الجاي معنا الأشغال، وبعد عام 2019 القسط الأول يبدأ يخدم. هذا أقل شيء معناها من هون اللي معنا 2019 يجيب لنا 20,000 خدام، هذه حاجة كبيرة ياسر. معناها مشروع هذا معناها بشي حل، معناها بهو تتحل الطرقات، مشروع قريب من مطار نفيضة، قريب من لوتوروت. احنا توا في تونس 50% من البابورات ما تدخلش الرادس، لانه العمق نتاع الماء 9 متر، هذا باش يعملوا فيه عمق ماء 17 متر. اذا كان باش نواصلوا اذا كان ما نقدهوش المشروع هذايا، اون 2020 90% من البابورات ما عادش تدخل. اشرف السيد فتحي بديره ولي سوسة عشيه الاربعاء بمقر الولايه على حفل استقبال بمناسبه الاحتفال الجهوي باليوم الوطني لللباس التقليدي، ذلك بحضور السيد المعتمد الاول وثل من الاطارات الجهويه ومكونات المجتمع المدني. انا سعيد جدا، الولايه هنا حابه تكرم اليوم بونا سي الهادي بوكر وامنا السيده زهره، تكرموا على المستوى الوطني، واليوم كذلك الولاية تكرمهم، لأنه فخر واعتزاز أنه بكل باطنا وماطنا نزال وجاهدوا، وهذا درس أولا في التواضع، في العمل، في الجد، في الكد. وشبابنا تو لازم ياخذوا العبرة، هي هويتنا، وياخذوا العبرة من الخدمة. شوف تو تبارك الله هما معناها أعمارهم قداش وكذا، لكن معناها احنا يلزمنا كي نعملوا احتفال مش فقط نعملوه وشربنا كجوس ويا جزوز، في عبر وفي رسائل، والرسائل هذه الحفاظ على التراث والأصالة متاعنا في الإطار هذا، في العون وغزو ثقافي، لكن كذلك أن الشبان ينجموا يستثمروا في الصناعة التقليدية. كما أبرز أهمية المحافظة على التاريخ والأصالة والاستثمار في الصناعات التقليدية وتأثير الإيجابي على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هذا الاحتفال هو رسالة للدعوة إلى المحافظة على التراث الوطني والطابع التونسي الأصيل. تحول السيد محسن حسن وزير التجارة إلى نزل تاج مرحبا بسوسة للإشراف على لقاء حواري مع أصحاب الأعمال بحضور السيد فتحي بديرة ولي سوسة وممثلي الغرفة الصناعية والتجارية بالوسط والاتحاد الجهوي للتجارة والصناعة والصيد البحري. اليوم اللي نحب نقوله أن وزارة التجارة منكبة على دراسة استراتيجية وطنية لدفع التصدير بالمشاركة مع كل المهنيين، إن شاء الله بشق عرض هذه الاستراتيجية خلال شهر أفريل إن شاء الله القادم. هناك يعني شغل كبير نقوم به على مستوى الدبلوماسية التجارية، وهدفنا هو تبسيط الإجراءات وتبسيط الظروف عمل المصدرين. الهدف من هذا اللقاء هو الإصغاء إلى مشاغل المؤسسات الصناعية، خاصة منها المؤسسات المصدرة، هي الوقوف على العديد من القرارات اللي تم اتخاذها مؤخرا من قبل وزارة التجارة. فما وعلمنا اليوم أوفيسيلمون اللي فما العديد من القرارات اللي باش تتاخو إن شاء الله مستقبلا، بما خاصة وضع استراتيجية جديدة على مستوى اقتحام الأسواق الخارجية بالنسبة لوزارة التجارة. حيث ألقى الوزير في مفتتح الجلسة كلمة رحب فيها بالحاضرين، وتعرض إلى بعض الإشكاليات المتعلقة بتأهيل أسواق الجملة والتفصيل والذبح العشوائي وحجز المواد الغذائية التي لا تستجيب لشروط الصحة.
وفيما يتعلق بالتصدير، أفاد الوزير أن الوزارة بصدد إعداد استراتيجية وطنية لدفع الصادرات بالتشاور مع الهياكل المهنية. ثم أحال الكلمة للحاضرين الذين تمحورت تدخلاتهم حول تأهيل مسالك التوزيع والتحكم في الأسعار وتقليص المراقبة على بعض المنتوجات الأولية والتشجيع على التصدير. انطلقت فعالية الاحتفالات الجهوية بأيام الصناعة التقليدية صباح الأحد 13 من مارس الجاري، والتي توصلت إلى غاية 16 من نفس الشهر. وحضر فعالية الاحتفال السيد ولي سوسة والمعتمد الأول ومعتمد المنطقة ورئيس نيابة الخصوصية لبلدية سوسة والمندوب الجهوي للصناعات التقليدية وثلث من الإطارات الجهوية ومكونات المجتمع المدني. هو اليوم احتفالي، رغم الألم اللي نحس به في داخلنا، ولكن نحن كما قال السيد ولي بكري، قال نحن شعب نحب الحياة، إذا نحن نحتفل، احنا قاعدين نحتفلوا بيش بالأصالة متاعنا، والأصالة متاعنا هي رمز من رموزنا ومن سيادتنا، هي الإيدنتيتي متاعنا وهويتنا. دونك إذا كان ما احتفلوش فيها اليوم فالأسبوع هذايا نتاع الصناعات التقليدية واللباس التقليدي وقتاش نحتفلوا بها؟ اليوم نظمنا هالتظاهرة هذه تحت شعار معا لإحياء الحرفة والحرفيين. والله أجواء باهية، معناتها احنا نفرحوا كيف نشوفوا اللي الصناعة التقليدية مازالت هكا راسخة شوية، ومازالت معناتها العباد تهتم لها، ونتمناو الأمنية الوحيدة هو أن بنات سوسة يرجعوا يترزوا شوية. أيام اللباس التقليدية لا فقط كما قلت لكم هي عندها بعض اقتصادي، لكن بعض حضاري، بعض أن تونس موجودة وضربة في القدم وتنتصر. مبادرة طيبة لتنمية التعارف واللقاء ونظرة لحل بعض المواضيع اللي تعاني منها سوسة. هذا وقد انتظم الاحتفال تحت إشراف وزارة السياحة والصناعات التقليدية بالتعاون مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية وجمعية دار الحرف المبدع، وبمشاركة منظمة المصائف والجولان وعدد من الجمعيات النشطة في المجال تحت شعار معا لإعادة الروح للحرفة والحرفيين. افتتحت وزيرة الثقافة سونيا مبارك يوم السبت 12 من مارس الجاري صالون سوسة الدولي للكتاب بمقر معرض سوسة، ووصفت الوزيرة الصالون بالجيد والمتنوع. احنا اليوم في إطار بناء ثقافة وعقد اجتماعي ثقافي جديد أساسه التنوع الثقافي، ايه، ولكن نبذ العنف هذه مسألة ضرورية وأساسية. وين جيت معناها كأول يوم، خاطر اليوم معناها وقت راحتي وهزيت البنية باش ناخذ لها شوية قصص، مغرومة ياسر هي بالمطالعة، تحب القصص. هذا الصالون يستمر إلى غاية 20 من مارس الحالي، كما يتزامن مع تنظيم صالون الإعلامية. ينطلق مهرجان ربيع سوسة الدولي في دورته 23 ابتداء من السبت 12 من مارس الجاري بمشاركة ثلث من الفنانين التونسيين والعالميين، وتتوصل فعاليات المهرجان إلى غاية 25 من مارس بالمسرح البلدي بسوسة. هما عجبتهم برشا الحضارة التونسية، وماذا بيهم قبل ما يعرفوهاش، وطوى مازالوا كبداوا يتعرفوا على الحضارة التونسية، وهذه فرصة باهية انهم بداوا باش يعرفوا بالحضارة من خلال الفن، وان شاء الله من هنا القدام برشا حاجات تصير خير ما بين تونس والصين وتحسن العلاقات، ومعناه مش كان الفن اكاها وتشمل برشا حاجات اخرى. تتمنى ان شاء الله الفن يجيب حاجة ما بين تونس والصين. والله سافا تحفون، معناه تحسهم هكا في متنوع غني ومعناها شتيح وكل شيء، معناه تحفون على الاخر. والله عرض هايل به تبادل الثقافات بين الشعوب، والله حاجة بيها برشا. فاجئونا باللي عملوه جديد، هذوما ما كناش نتوقعوا، معناتها كنا نتوقعوا حاجة بلو سامبل كسا، وما كانش نتوقعوا انه تكون قوية للدرجة هذه. باب المدينة برنامج فني ثقافي يعرض على قناة سوس تي في، يجمع ثلثا من المثقفين والمبدعين لعرض انتاجاتهم واسهاماتهم الابداعية ودعم الشباب المبدع والتواصل معهم وتقديم كل ما هو افضل في المجال الثقافي بجهة الساحل. دعوة مفتوحة الى كل الشبان اللي عندهم انتاج في مختلف مجالات الفنون والثقافة، سواء مسرح سواء سينما سواء موسيقى، الباب مفتوح. العنوان متاع القناة، البريد الالكتروني هو contact@soustv.net، والهاتف 29 679 666.
فمرحبا بكل الطاقات والمواهب الشابة، كل إنسان يخدم ويجتهد وينتج. إلى أخبار الرياضة، حيث أقيم حفل تكريم فريق النجم الرياضي الساحلي لفرع كرة الطائرة يوم الثلاثاء 16 مارس 2016 بمقر الولاية بحضور السيد فتحي بديرة والي سوسة والسيد المعتمد الأول والإطار الإداري والفني واللاعبين بمناسبة فوزه بكأس الاتحاد العربي لكرة الطائرة على أثر انتصاره في المباراة النهائية التي دارت بينه وبين فريق سموحة المصرية. الأولاني كان الحصول على الكأس، وبطولة عربية كما نعرفوها بخبرتنا اللي ديما تكون أقوى بطولة أفريقية، خاطر ليزيكيب تاع الخليج واحد اللي عنده إمكانية ينتدبوا لاعبين لمستوى عالمي، دونك سيتوندي باش يكون ريتم قوي، وذاك اللي لقيناه مع فرق خليجية وفرق ليبية كانوا في مستوى كبير، والحمد لله معناها بدينا تدريجيا من أول الماتش لآخر الماتش. معناها كما نقول ستيب باي ستيب لين وصلنا للنهائي، وتعرفي وصلت للنهائي ما عادش عندك الحق باش تغلط ولا قدام جمهورك وفي بلادك، دونك الحمد لله كنا في مستوى الحدث ومستوى جمعيتنا وجماهيرنا وانتصرنا بالكأس. مع كرة الطائرة دائما، حيث فاز النجم الرياضي الساحلي على النادي الصفاقسي بنتيجة 3 أشواط لشوطين تفاصيلها 25-18 22-25 25-17 28-30 و15-8. في المقابلة التي جمعت بينهما في القاعة الأولمبية بسوسة لحساب الجولة السادسة من مرحلة التتويج للبطولة الوطنية للكرة الطائرة. في الختام، دارت يوم الاثنين 14 مارس 2016 بالقاعة الرياضية عز الدين دويك بسوسة بطولة الشباب لكرة القدم بين فريق الرياض الرياضي وأمل حمام سوسة، والتي انتهت بفوز فريق الرياض بنتيجة 6-5. الفوتسال في تونس العامين هذم الحق وخرت شوية وقت اللي جات عوام تحسنت وكانت باش تطلع، السنة وخرت شوية، لعبوها بعشرة جمعيات بركة في الناسيونال وعشر جمعيات في البي، وكانت تتلعب 12 و14 جمعية، حلوا برشا جمعيات. إن شاء الله العام الجاي يغزروا لها غزرة باهية، ومع المكتب الجامعي اللي باش يجي جديد. والله احنا بالنسبة للحرية هذا عنا تو مصلي عني بيه، معنا قرابات في كادية برك ظهري 30 ملاعب في الجنيور نقصوا، خاطر مول عمر العمر ما يتلهاوش بالفوتسال، يقول فوتسال فينش توصلني ما عندهش. أما في الصغار عنا لهين بيهم، احنا ما تعرف كرة في تونس في الفوتسال مش لين باب وكل في تلفز. إن شاء الله الرياضة هذه تكون معروفة، ما لغزمو ما هيش معروفة، ما عناش برشا لا تغطية لا تلفزية لا إذاعية لا حد شيء. نسحقوا موتيفاسيون هيك، تشوف صغار نافحين يلعبوا وربي مع الناس كل. مشاهدينا الكرام، هكذا نصل إلى نهاية نشرتنا الإخبارية. لمزيد من الأخبار زورونا على الموقع الرسمي www.soustv.net. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.